الجريمه اللي عملتها وانت صغير؟ جريمه شايفان احدث. انا طول عمري محترم الحمد لله. توت عن البيت 4 ايام العجله. هذا ضربت واحد صح. الشعب في عرباته نعمل مشاكل ودنيا يعني. ما فيش حد ما بيعملش مشاكل وتغير. كنت بلعب جنب الغساله رحت واكل البطاطس ماسك ازازه البطاطس ورحت رافعها على بقي واكلها. طب وحصل لك ايه؟ ما فيش. رحت عملت غسيل معده وبتاع وبرضك مره ماما وهي بتاكلني كان سريلاك كان محطوط في طبق وتحتيه طبق ازاز الطبق وقع راح ازازه من طبق الازاز اللي تحت راح وقع في الطبق وكلته وقعدت انزل دم بقى عامل بيبي دم وبتاع وحاجات مقرفه قوي كده. كسرت دراع اخويا ولعت في مطبخ بيتنا ولعت في كله. كنت المفروض ان انا نازل اجيب حاجات وطالع فضلت 3 ايام بره البيت. وانا في ابتدائي وانا صغير يعني ضربت بنت بالقلم بس وجابت لي ولعت في نفسي. حطيت الكتكوت في غساله بيرشيني بالميه رحت بضرب بالقطر رحت مقاطع الوصابه. مره مدرسه بتاعت الرسم قالت لي اطلع اكتب التاريخ على السبوره فاخدت الدكه بتاعتها وبكتب التاريخ وهي ايه نسيت ان هي الدكه مش شاله فجت تقعد راحت واقعه وكانت لابسه جيبه وجيبه كلها اتقلعت. كنت بضرب العيال في الشارع وهم صغيرين. استخبيت تحت السرير قعدت يوم كامل مستخبي تحت السرير وافتكروني اتخطفت. في شهر رمضان كان في واحد جنبي في الدكه ضايقني رحت ماسكه ضربه ومعوره في صباعه. الابله قعدت تضربني وانا كنت متقل كان في شتاء وانا كنت متقل ما كنتش حاسس بحاجه قعدت اقول لها ما بحسش راحت الساعه كانت ربطتها بدبوس راحت الدبوس داخل في ايديها نزلت جابت لي النوزر وكانت ليل. ده في ابتدائي. لا انا كنت طيب قوي في ابتدائي. يسالني على الجريمه اللي بعملها دلوقتي. طب ايه الجريمه اللي بتعملها دلوقتي؟ كل حاجه غلط الحمد لله. زي ايه طيب احكي لي حاجه. اهو مفطرين في رمضان. اعدادي بقى كنا بنلعب ضرب في الحصه رحت ماسك الخشبه وجاي بحسبها على بحدفع على واحد صاحبي راح جايه في راس المدرس. في ثانوي المدير ضرب علينا قعدنا نتخانق تحت في اخر يوم في المدرسه المدير راح طالع ضرب علينا نار.